يعطاه، لأن الحسين هو كافل هذا اليتيم، الحسين هو من ربى القاسم على يديه. فعندئذ سقط إلى الأرض، والقاسم يشوف عم أبوه، يشوف عم الحسين هو أبو الحسن، فلذلك سقط الاثنان، مو بس الحسين ما احتمل، القاسم هم ما احتمل وداع عمه، فسقط إلى الأرض. فعندئذ نادى الحسين هلموا لوداع القاسم، القاسم لا يعود. فعندئذ ودعته عماته، ودعته أمه رملة، الحسين أخذ القاسم وأخذ طرف العمامة أرخى بجزء منها على وجهه، قيل عن العين والحسد، لأن وجهه كفلقة القمر، البدر الحسني وأنوار وأشعة الحسن وقسمات الحسن كلها كانت في القاسم، وأرخى طرف العمام الآخر خلف ظهره. يقول حميد بن مسلم: خرج علينا شاب كأن وجهه فلقة القمر، وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، قتل على صغر سنه 35 فارسا، وما زال يضرب فيهم، يقول: كان بجانبي عمرو بن نفيل الأزدي، قال علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن عمه في. يقول: قلت له: ألا يكفيك كثرة من احتوشوا؟ قال: لا بد أن أفعل هذا، والقاسم يضرب فيهم بسيفه. خوض جواد بن الحسن في وسط القوم، خل أراضي كربلاء تغرق بالدموع، حول عليها ابن الحسن جسام، والرمح والسيف يضرب والرمح يلعب على الهام، كنا بوسط المعركة زراك لرخام، جد علي الكرار لا من حمل صمصو، حول عليها مغضب أبو النفس الأبية، وطوب يارقها ابن الحسن في الغاضرية، يحمل على الجيمان أبو النفس الزكية، وخلى أراضي كربلاء تذكر الهليوم، يا وين انقطع شسع النعيم من جاسم المصبح، وياي وياي انقطع شسع النعيم من جاسم المصبح، يا ويلي حول يشد ولا اعتنى في وسط الدفا، غافل الأزد وضرب جاسم، والولد راح الولد مرمي بضربة سيف مسموس، آجركم الله، بينما القاسم كذلك إذ انقطع شسع نعله، فانحنى كهيئة الراكب كي يصلح الناع، شد عليه ابن نفيل الأزدي فما ولى اللعين حتى ضرب القاسم على هامته،
أين المنادي وقاسماه؟ أين المنادي وحسناه؟ فنادى القاسم على عمه الحسين، نادى على كافل الأيتام، على كافله، نادى عم يا حسين أدركني. جاء الحسين مسرعا، قتل قاتلا، رأى القاسم على وجه الأرض يفحص برجليه الأرض من حرارة الضربة. نعم جلس عنده، نادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، ولكن هذا يوم قل ناصر وكثر واتر. يا ويلي يا ويلي، ثم احتمله الحسين نحو الخيام يقول حميد بن مسلم: رأيت رجلي الفتاة تخطان في الأرض، قلت يا سبحان الله، كان الغلام أطول من عمه. حققت النظر وإذا بالحسين قد احدودب ظهره. أيوا حسينا، أيوا سيدا، بك ونادى: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حزو ريدي، هاني لكم تخلوني وحيدي وعلى خيمنا يا عم الخيل تفته. جاء به نحو قتلى بني هاشم في الخيمة التي أفردها لقتلى بني هاشم، مدده بجانب علي الأكبر، تار ينظر إلى القاسم وتار ينظر إلى علي الأكبر، إجاب ومدد ما بين خوته: بجعدهم يا ويلي وهم موته، بس ما سمع النسوان صوتي، اجت رملة تصيح: الله أكبر. أنشأ الحسين يقول: غريبون عن أوطانهم وديارهم، من هو اللي يبكي عليهم؟ تنوح عليهم في البراري وحوشها. يا نعم، هذا والقاسم بجانب علي الأكبر، والحسين ينظر إلى الغلام وقد ارتحل عن دار الفناء إلى دار البقاء. كأن الشاعر يصور حال القاسم، أقبل على ابن عمه الأكبر يسأله عن حال أبيه: يا ويلي الأكبر، سأل جاسم أبويا شلون عفته؟ الأكبر سأل جاسم أبويا شلون عفته؟ بالله أسألك عن مهجة فاطمة، بالله تركته غريب وانا يا ابن عمي، انعوف انا وانت، والله يصعب علي ابن النبي ويعز علي. جسام نادى: كيف فاصل لك جوابي عمي؟ ترى مفجوع من شدة مصابي، يا ويلي ما كملت عرسي ولا سنيني وشبابي، يا ويلي تحنى تحنى حنينك يا قلب إلمان، تحنى يا على العريس اللي بدمه، تحنى ما تدري بضلع رمله، تحنى ومن الألم بس تجذب الونه خفيه.
حتى إذا نادى منادي العدا للحرب هل من بطل حازم، قال لها أخرت عرسي فلن. يا الله،